عن ما يخص التحكيم في مباراة اليوم على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا، هيدير المباراة تحكيميا الجنبي عبد الله جامي، وهيعاونه مصطفى بواجينج وعبد العزيز جاو، والاثنين حكام مساعدين، وهيكون لامين جامي حكم رابع على الفار في المباراة دي. الاجتماع الفني طبعا تم الإعلان عن زي اللي هيلبسوا الاثنين منتخبين، منتخب مصر ومنتخب بوتسوانا، واصفر منتخب مصر عن ارتداء التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والجورب الاسود، وهيرتدي منتخب بوتسوانا التيشيرت الابيض في الازرق. حضر الاجتماع الفني ممثل عن منتخب مصر مينا سامح اداري للمنتخب، وعبد الله السيد مدير للمهمات. في كل الأحوال أكيد بنتمنى التوفيق في النهاية لمنتخب مصر النهاردة أمام منتخب بوتسوانا، والفوز وتأكيد التأهل بالوصول للنقطة 16. بعد كل ده نبتدي بقى نشوف الخطوة اللي جاية إيه لمنتخبنا، إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق. مباراة النهاردة مش هيكون فيها فار، الأدوار دي لسه مش فيها فار، هو حكم رابع عفواً.